ماذا عن صيام اثنين بنيت مخالفة النصارى؟ أنا أدعو إخواني جميعا إن هم يصوم يوم الاثنين، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، يوم الاثنين هذا هو عيد النصارى، عيد النصارى، فهذا عيد القيامة، يعني عندهم في اعتقاداتهم الفاسدة بأن المسيح صلب 3 أيام وفي اليوم الرابع قام من رقدته أو قام من صلبته فرفع إلى السماء، وهذا اعتقاد فاسد ضال. فالمسيح لم يقتل ولم يصلب، قال الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ولكن شبه لهم. فينبغي لنا أن نحترز أن نحتفل في هذا اليوم لبكرة، لا نحتفل فيه، ما نحتفلش فيه ولا أي حاجة، والأفضل أن نصوم ذلك اليوم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولصمناه مخالفة للكفار من أهل الكتاب لكان ذلك خيرا بإذن الله تبارك وتعالى.